جميع السلع هيبقى موجود، قيمة التكلفة بتاعتها معروفة للجميع، وسعر توافقي للجميع، طيب مفيش استاذ حاجة عادل اسمها سعر دلوقتي الكلام إجباري. حوالين بنتكلم 10 15 سلعه استراتيجيه، السلع الاساسيه للناس، هل دول هيتحدد لهم اسعار محدده موحده على مستوى الجمهوريه، ولا هسيب لا السوق اطلاق كده؟ لا لا، هو هيبقى معلوم للناس الأسعار وليس تسعيرة قبلية، لأن كلمة تسعيرة قبلية هي تضر التجارة والصناعة، وصعب إن احنا نرجع لورا 30 سنة. التسعيرة القبلية دي معناها إن احنا نرجع لورا كتير. احنا بنتكلم في إن السلعة دي وتكلفتها، في منتج هتلاقيه ب 50 جنيه، ومنتج ب 40 جنيه، ومنتج ب 30 جنيه. نعم. فتختار المنتج اللي انت عايزه، بس بشرط الإعلان عن السلع موجودة في جميع المتاجر والمحلات. ما فيش حاجة بدون سلعة، ومش بيتحدد سعرها في المرحلة ما فيش الجاية. سلعة بدون سعر. لا، ما فيش سلعة بدون سعر نهائيا تاني نعم. خالص، كبير أو لأن صغير، فعلا بقال أو عايز هايبر. أقول لك أحمد بيه الفترة السابقة حصل يعني تجاوز غير طبيعي من التجار الصغيرين والمحلات، وإنهم بقى وصلوا النهاردة الساندوتش يقول وصل 8 جنيه. حضرتك ازاي يعني هياخد كم قد ايه من الفول، وسعر الكيلو الفول ب 25 جنيه. فالناس عملت حاجات غير طبيعية، دي قلقت حضرتك الحكومة بتقول وقلقت معلومة، الدولة. ساندوتش الفول بقى ب 8 جنيه، ب 6 وب 7 وب 8 وب 5، يعني يعني ما هو حتى ده بقى الفول دلوقتي التفاوت. عملوا له يعني فئات، صغير ووسط وكبير. ما هو طبعا، ما هو عمرنا ما النهارده شفنا فيه، الكلام، عمرنا ما شفنا ده. ما هو للأسف الشديد ندرة السلع، وإن السلع تأخرت فترات طويلة في المواني، هو عمل عجز في السلع، وبالتالي النهارده الأعلاف حضرتك على سبيل المثال عدم وجودها خلى سعر البيض ارتفع، سعر الفراخ ارتفع، كل ده مرتبط بالسلع. وخاصة إحنا يعني أسفنا أقول لك إحنا بنستورد 90% من السلع الأساسية في احتياجتنا الفعلية في الأكل، السكر والدقيق والقمح والشاي وكل حاجة بنستورد كم غير طبيعي، رغم إن الدولة وجهودها في زراعة 1500 فدان من القمح، وطالبنا إن نزود المساحة المنزرعة من حاجات كتيرة جدا عشان نعتمد على إنتاجنا الفعلي الحقيقي عشان نغطي احتياجاتنا، لأن ده تغطية احتياجاتنا من يعني من أول أولوية للقيادة السياسية، إن احنا ما هل نحتاجش استيراد عرض أي سلعة. اليوم على دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بشفافية كاملة، والناس قد ايه بتشتكي من الارتفاع الكبير جدا في الأسعار؟ هل عرض عليه من أول أسوان لحد اسكندرية؟ ما فيش حتة ما حدش بيشتكي من الارتفاع السريع واليومي، وربما يمكن بالساعة، الأسعار؟ وهو عارف ويعلم أيوه تماما ارتفاع الأسعار في جميع، وعندنا بيان بيظهر يومي من اتحاد عام الغرف والمجلس الوزراء بالأسعار السلع اليومية، ودي موجودة ومعروفة للجميع، وإن شاء الله المرحلة زادت الجاية قد ايه خلال اسبوعين ثلاثة دول؟ بص رصدكم، انا من الزيادة، خلال رصدكم يعني. الزيادة عايز أقول لحضرتك حاجة، في تفاوت في الحاجات البسيطة، إنما السلع الأساسية حصل فيها تفاوت من 20 ل 25%، أكثر ارتفاع كان 25%، لكن ال 25% دي حضرتك اللي زودهم الصانع، التاجر زاد عليهم 15 و20% تانيين، تاني وهي دي بقى الأساس في الجلسة بتاع النهاردة. أنا النهاردة بطلع منتجي ب 100 جنيه، بضيف 20% نسبة ربح للتاجر التجزئة وتاجر الجملة، هو بيضيف كمان 20% تانيين، وده مش من حقه، وهو ده الاجتماع على أساس ضبط السوق والاسعار، وللمستهلك يبقى عارف كل سلعه سعرها ايه، وهديه ينزل بيه نشره يوميه في جميع على الميديا وعلى في الجرايد، وهنعمل دعايه كامله توصل للمواطن اسعار السلع لا يعني ايه مواطن كل يوم موجوده، الصبح يصحى يلاقي اسعار يبقى السلع في عارف مصر. كل يسال على اي سلعه يلاقي سلعته موجوده وسعرها كام واسم المنتج اللي هو بيحتاجه في مين اللي حياته هيحدد اليوميه. الاسعار وبناء عليها حدد السعر؟ هي الغرف، اتحاد العام الغرف التجارية مش هيحدد سعر، احنا هنقول انت كمستورد انت هامش بتستورد السلعة الفلانية بمبلغ قد كده كويس وهامش ربح 20%، احنا هو ده اللي هيبقى معلن.